مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية بجانب ديالي حكيمة. كنت واجد اليوم بمدينة الدار البيضاء. حكيمة ضحية ديال المجتمع، الحالة ديالها صراحة تدمي القلوب لأنها كتعيش في شوارع ديال كازا في الزنقة، ما عندها الحنين للرحيم. غادي نتعرفوا على الحالة ديالها أكثر منها هي. السلام عليكم. عليكم السلام. عاودي لنا شنو المشكل ديالك؟ كتعيشي دابا في الزنقة؟ كنعيش في الزنقة حيت ما بقى عندي حتى واحد، طلقت وما بقى عندي حتى واحد. نمشيو نقطة بنقطة باش المشاهد يفهم مزيان. انتيا ما عندك لا اب لا ام؟ ما عندي لا اب لا ام. يتيمة الاب والام؟ يتيمة الاب والام، وماتت عام هادي، ما عنديش الخوت، بحال ما كاينينش، كاينين بحال ما كاينش. الاب ديالك ميت من شحال؟ ميت هادي شحال هادي فاش كنت زعما صغيرة. زوجتي يعني بقى اللي بقى مشي يعني جوجتني عمتي وخوها واحد راجل تعدى عليا وظلمني. كنتي كتعرفيه؟ ما كنتش كنعرفه، عمرني ما شفتو. جابوه ليك وقلتي اللهم نتزوج؟ عجبوه لي قلت اللهم نتزوج نتسر، ما عندي فين نمشي. وعيتني عمتي سيا بالضرب، قلت صافي والله ما غادي نتفك. الساعه لقيت العذاب. علاش كانت كتضربك عمتك؟ كثره بحال قلتي كنت مريضه، عندي الاعصاب خاصه، بحال قلتي مربياني عشت عندها العذاب. و وقلت لها ما نتزوج، زعما ندرك هاد شويه العذاب، غنبدل هاد شويه. الساعه لقيته كفس العذاب، قلت زعما نهرب شويه من الضرب وهذا، نمشي عند الراجل ربما هو اللي غادي يحن فيا ونحط راسي على راسه. ما حنش فيا والو، ما عرفنيش، ربما استغل ديك نقطه الضعف ان ما عندك حتى حد. ما عندي حتى حد، هو كيقول لي انت يا خادمه، خديت خدام خادمه يعني في الديور، خديت خدامه ماشي عيب. ويعيرني ويستهزئ بيا ديما، كيضربك انت الراسه، كيعنفك، كيضربني وكيعنفني ديما كيعنف. شحال تزوجتي بشحال المده؟ 4 سنين. صبرتي مع 4 سنين؟ ما كاينش عندك وليدات؟ لا ما عنديش الاولاد الحمد لله. بعد صبرت معاه 4 سنين، ولكن راه دوز عليا العذاب ديال 4 سنين. انا ما كنتش عارفه، كنت عايشه في الماء في الشارع. كيما كنحس بك انت حشمانه. علاش حشمانه؟ انت عييت. انت خصك تكوني كتهضري وترفعي راسك، لانك انت ما درتي شي خطا. تعبت حتى واحد ما كيختار والدي، حتى واحد ما كيختار الظروف اللي كيتزاد فيها. تعبت عييت، تعبت والله، تعبت ديال الطلاق صعيب بزاف. انا حاسه بيك وعرفنا انك دوزتي ازمه نفسيه صعيبه، انك حاولتي الانتحار. هنا دابا كنشوف بان حاولتي تقطعي العروق ديالك. علاش بغيتي ديري حد لحياتك؟ حيت ما لقيتش فين نمشي، الجمعية ضروري في من الدار مع شي وحده، لا دير الغلط مع شي وحده، خاصك تخرجي تجيبي توجيه. وانا ما كنعرفش نمشي ونجيب بوحدي، ديما كيقول لك لا ما كاينش توجيه. لا لا، فين درتي هاد الانتحار؟ فين درتي هاد المقاطعه؟ مقاطعة والكوميساريه، حيت ما بغاوش يعطيوني توجيه باش ندخل. ورقه باش تدخلي للجمعيه، باش تخباي على الشتاء والبرد وتحيدي من الزنقه. ما بغاوش، وديما كنعس في الزنقه، ديما طاردينني ديما. ما فهمتش واش خصنا دائما الانسان سوا يحاول الانتحار ولا يحرق راسه ولا بحد. بزاف الحالات انا صورت معهم، بزاف الحالات كنشوفهم، يعني خصو ينتفض بهذه الطريقه، يادي نفسه باش يلا يتخذ ليه الحق ديالو. ومن بعد ملي حاولتي الانتحار عطاوك هذه الورقه؟ ما عطاونيش، انا باقا كنتلاوح في الزنقه، من زنقه لزنقه من الدرب. وكون متي كنتي غادي تموتي كافه؟ واش كنتي غادي تكون عامت تعييت اختي؟ عييت مازال كتقولي كون غير مت. كون عامت ما كرهتش انا اللي قتلني، عييت. علاش حكيمة؟ صحتي راه عانيت العذاب، عييت. انا كنت صغير ما كنتش عارفه، تزوجت بيه صغير وما عارفاش الدنيا كي دايره. عندك من سنه دابا؟ دابا عندي 27. قاريه شويه ولا؟ تزوجت بيه عندي 19 عام. قارياش شويه، كنعرف الحروف يعني شويه، محول امي. عندك لا ديبلوم ما عندك لا حتى حاجه؟ والو حتى شي حاجه. عشتي طول حياتك خدامه نقولوا في الدار ديال عمتك؟ ملي جا الراجل قلتي ربما غندير راسي على راسو، وغادي تهلا فيا وغندير وليدات. الساعه لا هو كيكبي ويشرب ويتحشش، وبالي انا في البلان. هاي دخلتي الباب ديال الجمعيات؟ لهاد الجمعيات صراحه ما عرفتش الا ما كانوش غيعاونوا وحده بحال حكيمه في الوضعيه ديالها اللي كتعيش، انها ما عندها فين تمشي، يتيمه الابوين، ما عندهاش الخوت، عمتها اللي كانت مربياها
ياك مشيتي كتدقي عليهم ما كاينش يعني تحولت ما عرفتيش حتى فين مشات. يعني الا ما كناش غنعاونوا حكيمه في هذه الظروف هاد الجمعيات لاش كيليقوا؟ راه كيليقوا النساء اللي في وضعيه صعبه. هذه راه هي وضعيه صعبه ماشي وضعيه صعبه دي راه اكثر من صعبه. عطاتك الدوني الوحده ولكن ما قديتش على الشقه مريضه. كيفاش ما قديتيش على الشقه؟ قديش كيديروا النوبه على الشقه داك ديال ماما عزيزه؟ كيديروا النوبه على الشقه. كيديروا النوبه على الشقه ما فهمتش باش كي باش كياكلوا باش كيشربوا باش كينعسوا يعني تشطاب وتشفاف. خدمه بزاف خدمه بزاف انا ما قداش عليها مريضه عندي ركابي والظهر ما قداش نشطب داك الجرده وصيه. استغلال استغلال ما كتدخلي ما كتخرجي. قربينا اكثر واش كيستغلوكم في شي خدمه و... لا لا هكاك كيحرصوا علينا هكاك كيحرصوا يعني علينا. يعني الزمان قاهركم ويزيدوا يقهروك منك عداد ديالك. هادشي علاش ما بغيتش نبقى فيها بغيت نرجع للديشارع باش عبدو كالي ما بغاوش يعطوني التوجيه البوليس. شحال انت دابا كتناسي في الزنقه؟ ما عرفتش اختي ما عقلتش راه شحال هادي ديما مطروده انا شحال ولا كدوري انت وهاد الصاك ديالك على وصاك. ما كتخافيش تعرضي الاغتصاب؟ ما عرفتش في القتل ربما يقدر كل شيء ممكن حيت الزنقه هذه راه رجاله وكيتعرضوا للاغتصاب وكيتقتلوا وكي راه صعيب راه الزنقه اللي تيقول الزنقه راه كتباتي في الزنقه كيفاش كديري؟ كنبات فايقه في الزنقه انا راه كنبات فايقه بالنهار وبالليل راه مريضه والله تمريضه الراس غادي تفرقع الرجلين كيدر ركابي كيضروني ظهري كيضرني. كيفاش كتاكلي كيفاش كتحملي؟ كيعطوني الناس اللي داز كيدور معايا حيت عارفيني كنعس في الزنقه كاين اللي يعطيك 400 كاين اللي يعطيك كل مره 1000 فرانك كل مره كاين اللي كيعطيك 1000 ريال وعايشين كناكلوا ونشربوا بها هادشي اللي كاين. من الخدمه حتى وحده ما غتخدم لي حيت لا كارطه. شافوك هاد الجمعيه انك حاولتي درتي هاد محاوله الانتحار او ملي مشيتي للسبيطار ما داروش لك تتبع نفسي؟ ما داروش لي اختي. خرجتي من نهارك؟ خرجت من نهارك. شنو داروا لك الغرز وقالوا لك سيري باي باي؟ صافي هادشي اللي كان. يعني صراحه اتاسف ما عرفتش شنو نقول لان في هاد الحالات يعني تيجينا واحد مادام قرر انه يدير حد لحياته الا وراه كيكون وصل لواحد الحاله ديال صافي ما كيبقى يبان ليه والو. يعني خاصو تتبع نفسي من بعد غير واحد تتبع نفسي. حنا ما طالبينش بزاف وهاد الانسانه جمعيه تعطاهم الله بزاف علاش ما يدخلوهاش عندهم غير تنعس غير تنعس وفي الصباح تمشي تقلب على راسها تخدم وتدمر على راسها حتى توقف على رجليها وتكري. لاكارت ما صابوها ليش لاكارت ما صابوها عامين ولا عندهم. انت ما عندكش لاكارت راه حتى واحد ما غيدخلك لدارو بعدا حتى الا بغى يحنفك شي واحد في الزنقه راه ما غيدخلكش. هادشي اللي كاين. شنو اليوم كطلبي اختي حكيمه؟ ما عرفتش اختي عييت ما بقى نطلب ما عرفتش ما بقى ديما نطلب. شنو الحلم ديالك؟ شنو ما عندي اختي حتى حلم صافي ما عنديش حتى حلم. شنو كتمني؟ ما كنتمنى حتى حاجه والله حتى حاجه ما كنتمنى عييت ما كنتمنى والو. شفتك صافي تو بس اللي بغا صافي حطيتي السلاح كي كنقولوا بالعربي صافي اختي ما عندي ما كنتمنى. لا باقا صغيره زعما 27 سنه يعني لا جونس قمه الشباب يعني خص تكوني فرحانه تكوني ناشطه تنوضي يعني قاده تخدمي على راسك انت شويه لانك انت مريضه قهرك البرد ديال الزنقه تقريبا راه عامين مشيتي تباتي في الزنقه وعندك الظهر وركابي بالبروده. بالبروده يعني خصك راسي دابا كيوجعني بزاف بالبرد بالبرد يعني خصنا اصلا كنوجه نداء لشي طبيب اللي يقدر ولكن واخا الطبيب هو غادي يشوف معاك ولكن خصك دائما الادويه لان هذا المرض ربما روماتيزم هذا خديتي البرد لقطي من الزنقه لان الله يكون في العون اكثر من عامين وانت كتباتي في الزنقه راه صعيب صعيب. شنو تبغي تقولي للناس المحسنين حيت مؤخرا راه صراحه راه ولينا غادي نغيب المحسنين الله يخليهم لينا صراحه كاينين الناس زعما كاينه حالي ويعني ويرحموني شويه يعني هادشي اللي كاين انا ما لقيتش فين نعس ماشي المشكل ديال الفلوس راه كيعطوني الفلوس كناكل وكنشرب ولكن في غنحط راسي راه ما كاينش. بغيتي الامان؟ بغيت الامان في نحط راسي راه عييت راسي كيضرني. تبغي ربعه الحيوط تخبي فيهم؟ راه ربعه الحيوط نتخبى فيهم هادشي اللي كاين شي طالب من المسؤولين ومن الناس. يعني اقصى حلم ديال شابه عندها 27 سنه يعني 27 سنه يلا يلا بدات في الحياه اقصى حلم ديالها كتحلمو اليوم هي انه يكون عندها غير بعض الحيوط تخبى فيهم. ما كتفكر لا في ماكله لا في شراب لا في راجل لا في زواج لا في وليدات
كرهتي الحياه كامله. كنقول لك شنو الحلم ديالك؟ تقولي ما عندي حتى شي حلم. انا يعني مصدومه يعني شي طموح والو صافي والو صافي ما عنديش حتى حلم. تهرستي بزاف من الداخل حتى تهرست بزاف تمرت ماشي تهرست تحقرتي تحقرت بزاف تقمعت وتعيرت هادشي اللي كاين. خصك متابعه نفسيه محتاجه طبيب نفساني محتاجه طبيب نفساني. ربما ما عاودتيش لينا كلشي هادشي اللي عقلت عليه كنشوف دائما عندك بحال واحد شويه الخجل. علاش؟ انا نبغيك ترفعي راسك. ما عنديش خجل انا بحالك يعني انا بحالك يعني انت انا بحالك دائما متكتمه هادشي اللي كاين. ان شاء الله كنتمنى لك الخير. كنتمنى ان شاء الله يوقفوا معك الناس. انا كنطلب جميع الناس اللي كيشوفوا فينا اليوم واللي كيشوفوا هاد لا فيديو انهم يتعاونوا مع حكيمه، لان صراحه محتاجه للدعم. راه عندنا جمعيات ولكن لا يقومون بداكشي اللي خصهم يديروا، حيت الا كانوا كيوقفوا مع النساء في وضعيه صعبه وريوني شي حاله صعبه او وضعيه صعبه اكثر من هذه. ان وحده مدمره نفسيا ما عندها لا فين تمشي لا فين تجي لا فين تبات، لا اخ لا عم لا والدين لا زوج لا ولاد لا جيران لا حتى شي واحد، وما عندها لا حرفه ما قاريه ما والو. اشنو غادي دير الا ما التجاتش لهاد الجمعيه اللي غتاخذ بيديها وربما تعلمها شي حرفه؟ باقا تعلم لاكوافيغ، تعلم الطياب، تعلم بزاف د الحوايج وتخدم على راسها وتوقف وتا هي تكري. راه ماشي اخر الدنيا، راه كاينين اللي تدارو 60 عام ومشاو دفعوا البكالوريا وخداوها وكملوا في الجامعه. يعني الحياه ما كتوقفش على واحد السن ولا على واحد الحاجه. ولكن انا كنشوف كيضرني قلبي ملي كنشوف وحده يعني عندها محاوله ديال الانتحار داروا ليها الغرز حتى في السبيطار. يعني ما كاينش داك والله حتى كتحرقني بعض المرات. وراه غادي تحرقك ما كاينش العلاج غادي ما فهمتش يعني تتبع نخليوها غير واحد 3 ايام عندنا في السبيطار. راه اللي دار المحاوله ديال الانتحار الاولى يقدر يدير الثانيه والثالثه، وحنا ما بغيناش هادشي. حنا المسلمين حنا معروفين اننا نعاونوا بعضياتنا. شنو نقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنوجه نداء جميع الناس اللي كيشوفونا اللي يقدر يعاون حكيمه باش مسخه الله. ربما نتوما هذاك الشيء غيجيكم قليل يقدر يساعدها، حيت شويه 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 من عند كل واحد يقدر يجمع ليها غير واحد المبلغ ربما اللي تقدر تكري به. وكنواجه كنوجه رساله ايضا للمسؤولين اللي في المنطقة ديالك. انت فين زايدة او فين كنتي ساكنة باش تقدري تحاولي تصيبي لاكارت ناسيونال؟ باسكو بدون ديك لاكارت ناسيونال راه ما غاديش حتى واحد ما غيدخلك لدارو. كنت مصوبة على داك السلطان. وفين ملي كتجيبي القاضي بالغيتي؟ ملي كتجيبي الخلق من سبيس من سبيس ماشي من فكنطلب من الناس يعني المسؤولين في الجماعة ديال سبيس انهم يوقفوا معاك، تحاولوا انك بعدا تستخرجي غير الوراق ديالك باش تحاولي تصيبي لاكارت ناسيونال ديالك، رغم ان لاكارت ناسيونال حتى هي راه صعيب وكتبغي فلوس وكتبغي غتبغي ترونسبور وخصك تنتقلي وتمشي وتجي، عارفة ما ساهلش. ولكن احنا ان شاء الله ما غاديش نوقفوا معاك غير هنايا، غنبقاو متبعين الحاله ديالك. كنتمنى ان يعني الناس يتعاطفوا معاك ويكون واحد الرد زوين من عند المغاربه اللي كيشوفونا اليوم. شنو تبغي تقولي اخر حاجه؟ تنقول لهم ساعدوني، راه عييت انا من الزنقه وكنطلب الجمعيه حتى هما يساعدوني يوقفوا معايا. هادشي اللي كاين. باقا طامعه في الجمعيات تقدر تساعد؟ حيت ما كاينش اللي غيساعدك من غير الجمعيات، واخا كيشدوك مؤقتا ويرميوك راه هادشي اللي كاين. باش تصيبي لاكارت ناسيونال ديالك وتعلمي شي حريفه ولا شي حاجه باش تخدمي بها وتمشي تكري بوحدك ياك؟ هادشي اللي كاين ما كرهناش. وواعدين انك غادي تكوني قويه ان شاء الله وغادي تصبري وغادي يحن سيدي ربي. انا متاكده لان المغاربه جربناهم في بزاف الحالات وما خيبوناش ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك حكيمه. نتمنى لك التيسير ان شاء الله والله ييسر لك وصبري، هادشي اللي تنوصيك. شكرا لكم مشاهدينا، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا يوسف بن سليمان. لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.